حياتهم مع رفيدة ياسين على العربية بودكاست. مرحبا، أنا رفيدة ياسين وهذه هي حياتهم على العربية بودكاست. واليوم رحلة إلى آسيا وتحديدا إلى الفلبين. لكن هل سمعتم من قبل عن جزيرة السحرة؟ عالم محاط بالغموض والأسرار، حيث جزيرة سيكويجور. هي جزيرة ارتبطت بالسحر بفضل تقاليدها في العلاج والشفاء الشعبي والتقليدي، وأطلق عليها اسم جزيرة النار خلال الحقبة الاستعمارية الأسبانية، وده بسبب الأسراب الضخمة من الإشعاعات اللي أضاءت سماء الليل في ذلك الوقت. لكن السحر الحقيقي لسيكويجور يكمن في معالم الخلابة وشلالات الفيروزية والشواطئ البكر والكنائس القديمة ذات الطوابق المتعددة، وأيضا المدينة والمنطقة النابضة بالحياة داخل البلدات الصغيرة. لكن الوصول لهذه الجزيرة ليس سهلا على الإطلاق. ما في أي رحلات مباشرة من مانيلا إلى سيكويجور. السبيل الأقرب لبلوغ المنطقة هو الطيران من مانيلا إلى مدينة دوماجويت، وهي عاصمة إقليم نيغروس أورينتال، ومن ثم يمكن بلوغ هذه المنطقة عبر عبارة أو حتى بعض السفن السريعة. المناطق الخلابة والجهات المتنوعة جعلت من الجزيرة منطقة ووجهة سياحية شهيرة في ماليزيا لمحبي المغامرات والاستكشاف بصورة عامة، وده بسبب جمالها الطبيعي وسحرها المميز وشواطئها الرملية البيضاء وكنائسها العتيقة والعريقة اللي بترجع إلى قرون من حقبات زمنية مختلفة، وفيها مواقع غوص مذهلة وشلالات جميلة وغيرها من العجائب الطبيعية الساحرة. غابة جويوان سبرينغ بارك وشجرة باليت الغامضة هي واحدة من أبرز المعالم السياحية داخل الجزيرة، وبيرجع تاريخ هذه الشجرة لقرون، وهي من أفضل وأشهر المناطق السياحية في سيكويجور. أما الكهوف فهي عالم مختلف مليء بالأسرار وتنتشر في جميع المناطق. الناس بيحرصوا على زيارة كهف ليهان الشهير المليء بالمشاهد، وبيحرصوا على التقاط صور تذكارية داخل هذا الكهف. لكن شهرة هذه الجزيرة اعتمدت على سمعة السحرة الفلبينيين اللي بيعرفوا باسم المعالجين التقليديين. والجزيرة بتعد من الجزر النائية اللي بتقع وسط الفلبين، وبتشتهر بوجود السحرة اللي بيعتبرهم أهل الجزيرة معالجين بيؤمنوا ويعتقدوا في كل ما يقولون ويصفون من وصفات. على ما استحر ده من أهم عوامل الجذب السياحي لجزيرة سيكويجور، لدرجة إنه بيطلق عليها جزيرة السحرة أو جزيرة الشفاء، وبتعتبر طريقة بلو بلو من أهم الطرق العلاجية الأشهر في الجزيرة، ودي طريقة عندها أسرار اللي ما بتحكى أبداً للأغراب، هي فقط وصفات سرية محتكرة معرفتها على السحرة أو المعالجين اللي بيتوارثوا هذه الصفات وهذه العادات والأسرار عبر الأجيال ومن شخص لآخر من الأسلاف إلى الأخلاف. في طرق علاجية أخرى زي طرق العلاج الإيماني والعلاج بالتدليك التقليدي، أو حتى عن طريق استخدام بعض أنواع الزيوت والأعشاب الطبيعية من داخل الجزيرة في عمل السحر أو الوصفة للعلاج. وإلى الآن بيقوم بعض السحرة والمعالجين ببيع الخلطات دي اللي بيعتقدوا إنها بتجعل الناس بيقعوا بسهولة في الحب، وبتجعل المجتمع أكثر انفتاحاً ومعرفة وحباً لبعضه البعض، وأيضاً أكثر سلمية. الوصفات دي بيتم صنعها مرة واحدة فقط في العام،
وبتكون في الاحتفال بمهرجان الصوم الكبير للتحضير العشبي بين خميس العهد والسبت المقدس، ودي مناسبات وأيام تقليدية بيعتمدوا عليها أهالي المنطقة في الاحتفالات وفي تقديم هذه الوصفات. بس السحر في الجزيرة عنده شقين أو نوعين، زي ما في سحر علاجي طيب في سحر شرير، وفي مجموعة من السحرة بتستخدم السحر الأسود وعمل التعويذات اللي ممكن تتسبب في المرض وتؤدي أحياناً إلى الموت، بيتم الاعتماد فيها بشكل أساسي على الدمى المصنوعة محلياً. أعراض السحر الأسود عندها تفاصيل مختلفة ومتنوعة، بتظهر على الشخص المصاب بطرق مختلفة، وبتنقسم الأعراض دي لأقسام، وبتتجلى في صورة أعراض نفسية من الطراز الأول، زي التوتر المزمن دون وجود أي سبب واضح، وأيضاً تدهور الحالة النفسية للمسحور، وقد يصل الأمر أحياناً إلى الانتحار، والإصابة ببعض أنواع الأمراض غير المعروفة لدى أهالي المنطقة. أيضاً رؤية الكوابيس ليلاً من الأعراض اللي بتكون ظاهرة على الشخص المسحور بالسحر الأسود، وفي أعراض أخرى وهمية بتنتاب أو بيشعر بها الشخص المصاب. قصص وحكايات وروايات السحرة والمعالجين على الجزيرة تناقلتها الأجيال عبر السنوات، وبسبب إنه الجزيرة حتى وقت قريب ما كان فيها أي مستشفى لعلاج المرضى، وكان بيعيش معظم سكانها تحت خط الفقر. أيضاً أدى وجود الوصفات العلاجية الطبيعية وتوفر أنواع أعشاب علاجية نادرة على الجزيرة أدى إلى استخدامها في علاج المرضى، وده كان سبب رئيسي في انتشار ما يعرف بالمعالجين أو ما نام بلس. أهالي الجزيرة بيتحركوا بشكل حيوي طوال ساعات النهار وحتى الساعات الأولى من الليل، الحركة بتعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية، ويمكن أن يدوب الشخص كامل الجزيرة خلال 4 ساعات فقط. في عدد كبير من الجزر في دولة الفلبين، قد تصل 7,000 جزيرة، بس جزيرة سيكويدور من أجمل وأشهر الجزر على الإطلاق، ورغم هالة الخوف والغموض اللي بتحيط بالمكان، إلا أنه هي مكان بيحرص الكثيرين على زيارته والتعرف عليه وعلى أسراره وعالمه، وأهله كمان السلميين. شعب جزيرة سيكويدور بيحرصوا على الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وبيحرصوا أيضاً على تعريف الزوار بكل ما يملكون من معرفة ما عدا الأسرار التي لا يحق لأحد غريب معرفتها، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.